نورس تقبل ماكس وتحتضنه في فيديو فاضح. أنا أخذت منك، وضحى تنتقم بهذه الطريقة. اشتعل مؤخرا خلاف جديد بين التيك توكر التونسية ضحى العرابي من جانب ومواطنتها نورس وزوجها السابق التيك توكر الأردني نور محمد الذي يعرف باسم ماكس. وانتشر فيديو للثنائي ماكس ونورس ظهر فيه وهما يقبلان بعضهما البعض إلى جانب احتضان الأخيرة له أمام الجميع. وقالت في فيديو محاولة استفزاز ضحى: أنا أخذت منك، عندي مؤهلات مش عندك. أنا بلعت وخدت منك، يلا بقى جود لك يا ماما، عندي مؤهلات مش عندي. وانهالت تعليقات المتابعين الذين صدموا من طريقة استفزاز نورس، ليعلق أحد المتابعين محاولا الدفاع عن ضحى: انت تافهة. وبدأ الخلاف بعد تطور علاقة ماكس ونورس وسفر الأخيرة إلى الأردن مع والدها من أجل حضور حفل زفاف لأحد أفراد عائلة ماكس وظهورهما سويا في أكثر من فيديو. وحضرت نورس إلى الأردن للتواجد إلى جانب ماكس وظهرا سويا في عدد من الفيديوهات، من بينهما فيديو ظهرت نورس وهي تحتضن ماكس. وتسببت صورة شاركتها نورس عبر حسابها الخاص في إنستغرام ظهرت فيها إلى جانب ماكس وهما بملابس رسمية، إشاعات حول ارتباطهما رسمياً. وشائعات الخطوبة تسببت بغضب ضحى العرابي التي خرجت في فيديو اتهمت فيه نورس بمحاولة تقليدها وأن تصبح مثلها، إلى حد أنها اختارت زوجها السابق. ملي عاملة روحها تحبك، ولي عاملة روحها درشنية، ولي تقلد فيك، ولي الأخرى فما أنا نحكي، راني تف نحكي في كل شيء، أنا نحكي في كل شيء. من جانبها علقت نورس على انتقادات ضحى لها وقالت إن ماكس لم يخطئ في حقها أبدا، وأن انفصالها عنه لا يعني أن تقاطعه تونس بأكملها على حد قولها. وعن أخبار خطوبة الثنائي، قال ماكس في تعليق سابق إنه ونورس مجرد أصدقاء، وأن أنباء الخطوبة هي إشاعات لا أساس لها من الصحة. يشار إلى أن علاقة ماكس وضحى بدأت من خلال التيك توك وتطورت إلى أن أعلنا زواجهما رسمياً، ولكن بعد فترة أعلن الثنائي انفصالهما. جيب لي فيديو حكي فيك، جيب لي فيديو سبك، جيب لي فيديو هينك، كان عمل ربع من هذوما. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.